مين اكتر ناس ممكن تتاثر بحاجات زي دي يا دكتوره مها؟ كنت متوقعه السؤال ده. طيب ليه بقى؟ لان هي يعني سيادتها لما كانت بتتفضل وبتتكلم في نقطه معينه، هو مين اصلا اللي بينشر ده؟ بيبقى عنده مشكله نفسيه، وفعلا دي حقيقه، بيبقى عنده مشكله نفسيه في حته فكره ان هو حاسس بجوع الشوفان. مظبوط. هو ما اتشافش وهو صغير، صح؟ فدي تاثير تربيه. فيتشاف ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. مظبوط. فاكتر ناس بتعمل كده الناس نوعين. نوع من الناس بيعمل ده علشان غرض مادي، الريتش والترند واللي بيحصل على السوشيال ميديا علشان يكتسب ان هو يبقى جزء مادي، والجزء الثاني هو عنده مشكله نفسيه، مشكله نفسيه ان هو ما عندوش شوفان فعايز يتشاف. كان في تقرير، احب التقارير، انه يعني اول ما ابتدوا يعملوا لايك في 2004 وما الفيسبوك، طلع انه دي عباره عن علامه وهميه بتدي حاله نفسيه كده من اللي هو انا متشاف، الاستعراضيه. فاللايك هو عباره عن شيء وهمي وليس حقيقي. يعني مش معنى ان حضرتك عندك ريتش عالي على الفيسبوك او عندك كتير قوي من الفولورز ان انت بقى بطل انك تطور نفسك، انا كده خلاص انا لكن ستفاعي. ممكن تشبع رغبات بعض المرضى النفسيين. بالظبط. يعني انا بحط صوره مثلا، مستني مجموعه من اللايكات ومستني شير ومستني اشاده من الناس، ده احتياج نفسي عنده. وعنده مشكله نفسيه. في حاجتين بقى كويس ان حضرتك تفضلت وقلت النقطه دي. في فرق كبير جدا ما بين انه انا اعرض الشيء ده علشان خاطر اوثق الحدث، وان انا حابب ان دي تبقى ذكرى لطيفه وجميله، وان شيء تاني ان انا فعليا انا مش هقدر ابقى سعيد غير بدي. فاولا هتخليني ان انا اتخلى عن الاحساس الحلو بتاع اللحظه، وتخليني في نفس الوقت برضو ان هي تدخل في الجانب النفسي اللي هو جانب الاستعراضي اللي هو الشوي اكتر اللي الدكتوره قالت عنه.